السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده جايين مع بعض فيديو جديد، هو زي نعمل تصميم منتج بتاعنا، بالاخص لو هو منتج اكل او مأكولات، يكون في نفس الوقت شكله لطيف وجميل جدا، ما ياخدش مننا وقت كبير. طبعا اولا هنيجي على الفوتوشوب على طول، هنجيب صورة المنتج بتاعنا بالطريقة دي كده، وهناخده معانا كده كنترول حرف ايه دي في النص. تمام كده، اتأكدنا ان هو في المكان الصح. تمام يا شباب، بعد كده هنيجي هنا على الباك جراوند، وهنيجي السوري ده على طول، وهنختار لون نوعا ما يكون غامق شوية زي كده وليكن يعني. وهنيجي هنا يا شباب نعمل دايرة كده يا شباب بالشكل ده، ونظبطها هي كمان النص، ننزل بيها هنا كده بالظبط، ونضغط كليك على العلامة دي اللي انت شايفها. بعد كده نضغط صح، بعد كده ندوس كنترول تي، خليها بالشكل ده، بعد كده كنترول تي تاني وعلى نفس العلامة تاني. يا شباب بعد كده شيفت والالت مع بعض، بعد كده هنيجي نضغط هنا كليكين ونغير لون الرابع شوية. كمثال يا شباب بالشكل ده ظهر معانا بشكل كويس جدا، يبقى خط وفي نفس الوقت فيه ميول، ما يكونش ان هو خط مستقيم. واضح برضه ان خط مستقيم مش هيفرق كتير، هتجيب هنا وهتعمل على طول بالشكل ده كده، يظهر معاك خط بالشكل ده. تمام يا شباب، بعد كده نيجي هنا، كل الأدوات دي هنخليها في الديسكريبشن طبعا. نيجي هنا وناخد الإيلمنت ده كمثال فوق، بعد كده نخليه فوق الأسود فقط، يبقى تحت اللون الأصفر. تمام كده يا شباب، ظهر معانا بالشكل ده. هنصغر كده شوية وهنكبره بالشكل اللي احنا شايفينه ده كليكين، ونخلي الكلر أبيض، نكبر شوية وده نخليه 5 كمثال يعني. تمام يا شباب، بعد كده نيجي هنا وفوق العلامة دي اللي هي تحت الصورة نفسها المنتج بتاعنا، وهنيجي هنا كده وهنعمل لاير جديد عشان نعمل الخيال بتاعه، وهنيجي هنا ايه هنخليها باللون الاسود. تمام كده يا شباب، بعد ما نضغط ندوس كنترول تي وهنصغر شكل الطريقة دي كده، وهنخليه هنا كده. تمام يا شباب، ونقلل بقى الكثافة بتاعته شوية، ممكن نخليها 50 مثلا، ننزل بيها أكتر بالشكل ده. تمام يا شباب، عايزين ننزل أكتر نخليها وليكن يعني بالشكل ده كده. بعد كده نيجي هنا، نبقى حابين نكتب الكلمة بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. كمثال يا شباب، وهنخليه اللون الأسود، ظهر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام، بعد كده هنيجي هنا على البروجكت ده، هنلاقي كلمة مكتوبة زي ما احنا شايفينها كده، هنلاقي هنا لاير أبيض في أسود كده بالشكل ده، هنضغط عليها كليكين، ظهر معانا بالشكل. تمام، هنيجي ناخد هنا الكلمة بتاعتنا وعلى اللاير دي، ويندوز كنترول تي وكبر المسألة، برضه نظبطها بحيث إن احنا عايزين نخفي خالص. تمام كده يا شباب، وبعد كده ندوس يس، ظهر معانا بالشكل ده يا شباب اهو. نخفي كل الحاجات اللي ملهاش لازمة دي، وهناخد 1 2 3 4 مع بعض بالشكل ده كده، ونخليهم في جروب كمثال، وهنيجي هنا ونحطه يا شباب بالشكل ده. ظهر معانا كبير جدا طبعا، هنصغره. تمام يا شباب، ولكن احنا ممكن نعمل حاجة تانية، وهي ندوس
نرجع كده خطوة كمان ونخلي ده وده وده مع بعض. اوبجكت بالشكل ده، الشكل اللي طلع لنا الصورة هناخدها على المكان. وأريكم الفرق دلوقتي إن مش هيكون فيها نفس المشكلة اللي في الصورة التانية. إيه اللي حصل كده يا شباب؟ إن الفرق دلوقتي هنشوف أو كبرنا مثال، خليناها كده في النص، رجعنا ليها تاني. تمام، هنلاقي إن الكلمة دي زادت لون أسود زيادة لما إحنا عملناها في الجروب. أنا بس بوريكوا عشان خاطر محدش يغلط الغلطة دي، يظهر معايا الشكل ده. نمسح الجروب وهنخلي الصورة هي اللي موجودة. نطلع بالصورة لفوق كده، معانا الشكل التاني. ناخد الاتنين مع بعض بالكنترول إيه، نظبطهم كده. بعد كده كنترول دي نطلع فوق، تمثال يعني، هنخليها بالشكل ده. تمام، وهنشيل الاتنين وهنخلي اطلب بس. هنكررها مرة كمان، نشيل الأولى ونخلي دي دلوقت وليكن، وهنيجي هنا نرجع تاني زي ما كانت ونضغط كليكين، ظهر معانا الشكل ده. نيجي ناخد كلمة دلوقت ونحطها هنا اهو، ونكرر نفس الشيء كنترول تي نكبر المساحة، كنترول ايه نظبطها، نشيل الفود اللي تحت ونخلي دلوقت. بعد كده نضغط اكس، بعد كده ندوس يس، هتظهر معانا هنا اهو بقت دلوقت. يعني نفس الشيء كده، ونشيل الباك جراوند هيظهر معانا الكلمة بس. نفس الحركة، ناخدهم مع بعض كليك يمين نحولهم اوبجكت، ما نخليهمش جروب زي ما اتفقنا. وهناخدهم معانا التصميم بتاعنا ونصغرها. خليهم هما الاتنين مع بعض. نيجي دلوقتي هنا، نبدأ دلوقتي نصغرها ونطلب، هنخليها هنا اهو كده كمثال في نفس مكانها. ودلوقتي هي اللي هنصغرها، نخليها بالشكل ده. نطلب لازم نتأكد إن هي تكون في النص عشان خاطر تبقى في وسط التصميم بتاعنا، هيظهر معانا الشكل اللي احنا بينا شايفينه ده. تمام يا شباب، هنحط دلوقتي بقى الحاجات بتاعتنا او باقي الحاجات بعد ما ننزل ليها كده شوية. احنا حابين نصغر شوية، حابين ندوس كنترول تي الاتنين مع بعض ونخليهم سالب 7 عشان الكلمة تكون بميل شوية، ولكن انا هخليهم زي ما هما. هنخليهم مع بعض دلوقتي في الجروب كمثال دلوقتي، هنخليها دلوقتي بالشكل ده. وهنيجي هنا نخلي اللون ده يميل للأسود أكتر، ونظهر السوشيال بتاعتنا. وهنيجي هنا يا شباب نضغط على المربع من الأشكال اللي احنا شايفينها وهنخليها بالشكل ده. نسحب هنا كنترول تي نصغر شوية، سهل، نخليها اوكي. نيجي هنا وناخد الاتنين مع بعض بالكنترول ايه، الشكل ده يا شباب. حابين ان احنا نضيف اي قيمة عادي مفيش اي مشكلة. نيجي هنا الدايرة وندوس شيفت والت مع بعض ونعمل دايرة، ناخد دايرة نخليها هنا وليكن، نصغرها شوية لو احنا عايزين.
نكتب فقط نغير اللون ونكتب السعر، ناخد التلاتة مع بعض بالشكل ده كده. كده هنجيبهم تاني في الناحية دي، نطلع قد ننزل السعر شوية. الشكل ده شبه بينا كررها مرة كمان. هنكتب هنا اللي احنا عايزينه من السعر او اي شيء احنا حابين ان احنا نكتبه. بعد كده خلاص لو احنا شايفين ان احنا خلصنا، نضغط هنا وندوس كنترول شيفت الت حرف الاي، يظهر معانا صورة بالشكل ده على طول على الكاميرا. رو وبس كده يا شباب، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. لو انت محتاج صورة لتصميم معين او لفيديو معين، مونتاج، كمثال او اي شيء، تقدر تسيبه لنا في التعليقات وانا هقدر اعمله في فيديو منفصل لوحده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.